الجغرافية، يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، كما أن استمرار الاحتلال وقمع المقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل الصمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود وإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها. قلت إن استمرار الاحتلال في اقترافه لمثل هذه الممارسات المشينة يهدد الأمن والسلام الدوليين، لذلك فإنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص، كل الحرص من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان من خلال إرسام واجبات مجتمع الدولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع الأمم دون استثناء. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.